بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل الصوت واضح؟ آمل كتابة كلمة واضح إذا كان الصوت واضح. هل الصوت واضح؟ هل الشرائح ظاهرة على الشاشة؟ آمل كتابة كلمة ظاهرة إذا كانت الشرائح ظاهرة على الشاشة. سوف أقوم الآن بإغلاق المحادثة، وسوف أتيح المجال للأسئلة في نهاية اللقاء الحي إن شاء الله تعالى. سوف نكمل الحديث عن الأنظمة الاقتصادية وكيفية معالجتها للمشكلة الاقتصادية. وصلنا في اللقاء السابق إلى النظام الثالث، وهو النظام الاقتصادي المختلط. والنظام الاقتصادي المختلط هو نظام يجمع أو يخلط ما بين مزايا النظامين الرأسمالي والاشتراكي. إذن النظام المختلط هو النظام السائد في هذا العصر. معظم الدول في العالم الآن تطبق النظام المختلط، والذي يجمع أو يخلط ما بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي. ننتقل الآن إلى النظام الاقتصادي الإسلامي. هناك اعتقادين في الإسلام حسب وجود المشكلة الاقتصادية. فهناك اعتقادين، الاعتقاد الأول أو الرأي الأول يقر لا يقر أو ينفي وجود المشكلة الاقتصادية. إذن أصحاب الرأي الأول يعتقدوا بأن القول بوجود المشكلة الاقتصادية يستلزم وجود شبهة كفر تحواها معاذ الله، أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون قصر فلم يخلقه على الوجه المطلوب معاذ الله. وقد انطلقوا من القول بأن وجود المشكلة الاقتصادية يعني وجود ندرة مطلقة في الموارد وليست ندرة نسبية، ويستدلون على عدم جواز القول بوجود المشكلة الاقتصادية على أدلة شرعية، كقول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقول الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقول الله عز وجل: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. إذن أصحاب الرأي الأول في الإسلام يعتقدوا بعدم جواز الإقرار بوجود المشكلة الاقتصادية، لأنه حسب وجهة رأيهم فيها شبهة كفر بأن الله ما عاد الله قد قصر في خلق الكون فلم يخلقه على الوجه المطلوب. أما أصحاب الرأي الثاني فيقرون بوجود المشكلة الاقتصادية، ويقولون أن المشكلة الاقتصادية موجودة بشرط اعتبار المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة. واحنا عندما عرفنا المشكلة الاقتصادية في اللقاء السابق ذكرنا بأن المقصود بالمشكلة الاقتصادية هي الندرة النسبية وليست الندرة المطلقة. فعندما نعتبر أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية لا يوجد هناك شبهة كفر، وبالتالي أصحاب الرأي الثاني أقروا بوجود المشكلة الاقتصادية على اعتبار أنها مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة، وفي هذه الحالة لا يوجد شبهة كفر. وهناك عدة أدلة شرعية وعقلية على أن المشكلة الاقتصادية موجودة. فهناك أدلة
على اقتصاد العالم بالندرة النسبية في الموارد، كقول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهذه الأدلة الشرعية تدل على وجود المشكلة الاقتصادية، ولكن باعتبار المشكلة الاقتصادية ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة. الدليل الثاني على وجود المشكلة الاقتصادية أن الأوامر الشرعية التي تنظم الاستهلاك تحث دائما على الابتعاد عن الإسراف والتبذير، فقول الله عز وجل، وهناك أدلة شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على الاقتصاد في الماء حتى ولو عند الوضوء، ولو كان الإنسان على نهر جار، فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى الاقتصاد في استخدام الماء للوضوء ولو كان على نهر جار. وأيضا قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالأوامر الشرعية تحثنا على الاعتدال في الاستهلاك وعدم الإسراف والتبذير، وهذا دليل على أن الموارد الاقتصادية محدودة. فلو كانت الموارد الاقتصادية غير محدودة لما حثتنا الأوامر الشرعية على الاعتدال وعدم الإسراف والتبذير. الدليل الثالث على وجود المشكلة الاقتصادية أن الغني لا يستطيع توفير الموارد لتحقيق كل رغباته، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر. هذا دليل على أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة. الدليل الخامس: لو كانت الموارد الاقتصادية المتاحة بلا حدود، يعني غير محدودة، لما احتاجت المجتمعات إلى تعيين حدود وحقوق الملكية. عادة حقوق الملكية تكون موجودة عندما تكون الموارد الاقتصادية محدودة. فعلى سبيل المثال نقول الأرض مورد اقتصادي، نقول هذه الأرض ملك لفلان وتلك الأرض ملك لشخص آخر. فعلى سبيل المثال نقول أن هذه الأرض ملك لعبد الله وتلك الأرض ملك لعبد العزيز. إذن في الأرض هناك حقوق ملكية، وهذا دليل على أن الأرض مورد محدود. لكن إذا أخذنا الهواء فالهواء مورد غير محدود، فليس هناك حقوق ملكية، فلا نقول أن هذا الجزء من الهواء ملك لعبد الله وذلك الجزء من الهواء ملك لعبد العزيز. إذن في الهواء لا يوجد حقوق ملكية لأن الهواء مورد غير محدود. أما في الأرض أو العمل أو رأس المال فهناك حقوق ملكية لأنها موارد اقتصادية محدودة، وهذا دليل على وجود المشكلة الاقتصادية. لكن يجب أن ننتبه دائما بأن المقصود بالمشكلة الاقتصادية الندرة النسبية للموارد وليست الندرة المطلقة. إذا مدام أقرينا بوجود المشكلة الاقتصادية في النظام الإسلامي فلا بد من علاج أو مواجهة أو حل المشكلة الاقتصادية
حسب النظام الاقتصادي الإسلامي. وما يميز النظام الإسلامي عن بقية الأنظمة بأنه يحاول حل المشكلة الاقتصادية من الجانبين، من جانب الموارد الاقتصادية فيدعو إلى استغلال الموارد الاقتصادية استغلال أمثل، وأيضا يحاول أن يحل المشكلة الاقتصادية من الجانب الآخر وهو جانب الحاجات والرغبات الإنسانية المتعددة، فيدعو إلى تهذيب الحاجات والرغبات الإنسانية المتعددة. طب ما هي طرق حل أو معالجة المشكلة الاقتصادية في النظام الإسلامي؟ هناك 5 طرق. الطريقة الأولى هي المحافظة على الموارد، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن في ذلك ظلما وإضاعة للمال. وأيضا قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأنهم سوف يستخدمونها بما لا ينفع. الطريقة الثانية هي تنمية وتطوير الموارد، ويتم ذلك من خلال ألف حتى الإسلام على إقامة المرافق العامة، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 7 يجري أجرهن للعبد بعد موته. وعد من ضمن 7 من كر نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا إلى آخره. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية، وهو ما يعرف بالوقف في الإسلام، نظام الوقف في الإسلام. باء حتى الإسلام على عمارة الأرض، ولذلك الله عز وجل يقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالمسلم ليس فقط مأمور بالمحافظة على الموارد فقط، وإنما على عمارة الأرض وتحقيق التنمية. المقصود بعمارة الأرض هنا تحقيق التنمية. جيم: شجع الاقتصاد الإسلامي على صيانة الموارد الاقتصادية، وذلك من خلال إحياء الأرض، يعني استغلال الأرض. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له. دال: حصر الموارد الموجودة في باطن الأرض بملكية عامة، يعني أي موارد موجودة في باطن الأرض فملكيتها في الإسلام تكون ملكية عامة لكي توجه لخير المجتمع كله. ها: حفظ الأصول المنتجة، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، لمن أراد أن يذبح شاه فيذبح الشاه غير الحلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا بعدم ذبح الشاه الحلوب. لماذا؟ لأنها تعطينا حليب وتعطينا مواليد. الطريقة الثالثة في معالجة المشكلة الاقتصادية في النظام الإسلامي هي حرية السوق، ويتضح ذلك من خلال النقاط التالية: ألف: الأصل في الإسلام عدم التسعير، يعني عدم تحديد أسعار السلع، يترك تحديد الأسعار السلع للعرض والطلب في السوق، هذا هو الأصل في الإسلام. ولكن يجوز في حالات استثنائية حددها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يجوز في بعض الحالات الاستثنائية تحديد أثمان السلع، ولكن الأصل في الإسلام عدم تحديد أسعار السلع، أي أن نترك تحديد أسعار السلع للعرض والطلب في السوق. باء: الأصل في الإسلام عدم الاحتكار، ولذلك الاحتكار في الإسلام محرم، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. وفسر العلماء المسلمين كلمة خاطئ هنا
أنه ارتكب معصية. جيم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان أو تلقي الوافدين. وما هو بالمقصود بتلقي الركبان أو تلقي الوافدين؟ يعني الذين يأتون من مناطق بعيدة من خارج المدينة، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم تلقيهم خارج حدود السوق، لأن ذلك فيه استغلال لجهلهم بالأسعار في السوق. ولذلك يجب أن تتم عملية البيع والشراء داخل السوق حتى يتم معرفة الأسعار من قبل البائع والمشتري. أربعة، الطريقة الرابعة هي تكييف الحاجات وعدم المبالغة في الرغبات، وهذه ما يميز النظام الإسلامي عن الأنظمة الاقتصادية الوضعية الأخرى، بأن الإسلام ينظر بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية ينظر أيضا إلى تهذيب الحاجات والرغبات الإنسانية من خلال اقتصار الاستهلاك على الطيبات. ولذلك الله عز وجل يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات يعني الحلال، السلع الحلال والمباحة والنافعة، بينما الخبائث هي السلع الضارة والمحرمة. باء النهي عن الإسراف والتبذير، ووضحنا ذلك قبل قليل بأن الإسلام يدعون إلى الاعتدال في الاستهلاك وعدم الإسراف والتبذير، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، كقول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقول الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وغيرها من الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. الطريقة الخامسة هي الاستعانة بالتقوى والدعاء، فالدعاء والتقوى سلاح ماضي ضد مشكلة الندرة النسبية أو مشكلة الاقتصادية، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن الله عز وجل ربط بين الإيمان والتقوى والدعاء وبين ما ينزل من خيرات مباركة من السماء والأرض، وكقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو منحنى إمكانيات الإنتاج، ويرمز له بالرمز BBF أو BBC، يعني Production Possibilities Frontier أو Curve، يعني ممكن نرمز له بالرمز BBF أو BBC. ما هو تعريف منحنى إمكانيات الإنتاج؟ هو منحنى يوضح أقصى ما يمكن إنتاجه من سلعتين X و Y عند استخدام جميع عناصر الإنتاج المتوفرة والمتاحة وبأقصى كفاءة ممكنة. هذا هو تعريف منحنى إمكانيات الإنتاج. إذا بننظر إلى يسار الشريحة في الأسفل نجد هذا هو شكل البياني لمنحنى إمكانيات الإنتاج، الشكل البياني الموجود في أسفل الشريحة يمثل منحنى إمكانيات الإنتاج. نلاحظ في الشكل البياني أن هناك نقاط موجودة على نفس منحنى إمكانيات الإنتاج، اللي هي النقاط A B C D E، وأيضا هناك نقاط موجودة داخل المنحنى مثل النقطة K، وأيضا هناك نقاط موجودة خارج المنحنى مثل النقطة M. ماذا نعني بهذه النقاط؟
النقاط اللي موجودة على نفس المنحنى مثل النقطة A و B و C و D و E ماذا تعني؟ تعني أقصى ما يمكن إنتاجه من السلعتين X اللي هي الغذاء و Y اللي هي الملابس عند استخدام أو توظيف جميع عناصر الإنتاج المتوفرة والمتاحة وبأقصى كفاءة ممكن. هذا معنى النقاط اللي موجودة على نفس المنحنى. طيب النقاط اللي بتكون موجودة داخل المنحنى مثل النقطة K ماذا تعني؟ تعني ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول ألف لم يتم توظيف أو استخدام جميع عناصر الإنتاج المتاحة، أي أن هناك بطالة، يعني الموارد غير مستغلة استغلال أو غير مستخدمة استخدام كامل. الاحتمال الثاني ده تم توظيف جميع، يعني تم توظيف يعني تم استخدام، تم توظيف أو استخدام جميع عناصر الإنتاج المتاحة ولكن لم يتم استخدامها بأعلى كفاءة ممكنة، يعني هناك هدر في استخدام الموارد، أي أن الموارد لم يتم استخدامها استخدام أمثل. الاحتمال الثالث جيم كلاهما. شو يعني كلاهما؟ يعني لم يتم استخدام جميع عناصر الإنتاج، أي أن هناك بطالة وفي نفس الوقت لم يتم استخدام عناصر الإنتاج بأعلى كفاءة ممكنة. إذن النقاط اللي موجودة داخل المنحنى تعني ثلاث احتمالات ألف وباء وجي. ننتقل للنقاط اللي موجودة خارج المنحنى زي النقطة M. النقاط اللي موجودة خارج المنحنى زي النقطة M ماذا تعني؟ تعني أنه لا يمكن إنتاجها، يعني المجتمع لا يمكن إنتاجها أو المجتمع لا يستطيع إنتاجها، يعني لا يمكن الوصول إليها في ظل استخدام جميع الموارد الحالية وفي ظل استخدام المستوى التقني الحالي. يعني النقطة اللي موجودة خارج المنحنى تعني لا يمكن إنتاجها أو لا يمكن الوصول إليها في ظل استخدام جميع الموارد الحالية وفي ظل المستوى التقني المستخدم حاليا في عملية الإنتاج. منحنى إمكانيات الإنتاج ممكن أن ينتقل إلى اليمين أو الأعلى زي ما هو مبين في الشكل البياني على يسار الشريحة. ممكن أن ينتقل منحنى إمكانيات الإنتاج إلى اليمين أو الأعلى بسبب ماذا ينتقل؟ بسبب ثلاث احتمالات. ممكن التحسن أو التقدم التقني، يعني يصير عندنا تقدم تقني أو تحسن تقني، يعني تحسن تكنولوجي. التقدم التقني يعني إيش؟ التقدم في التكنولوجيا. السبب الثاني زيادة عناصر الإنتاج والموارد، يعني مثل زيادة عدد العمال أو زيادة مساحة الأرض أو زيادة رأس المال. فزيادة عناصر الإنتاج أو الموارد تؤدي إلى انتقال منحنى إمكانيات الإنتاج إلى اليمين أو الأعلى. الاحتمال الثالث كلاهما. يعني ماذا نقصد بكلاهما؟ يعني التحسن أو التقدم التقني وفي نفس الوقت زيادة عناصر الإنتاج أو الموارد. ننتقل الآن إلى جدول إمكانيات الإنتاج. نلاحظ هنا عندنا سلعتين في الجدول. السطر الأول يمثل السلعة X الغذاء، الغذاء يمثل بالرمز X، والملابس Y. إذا كم سلعة عندنا؟ عندنا X و Y. X هي الغذاء و Y هي الملابس. السطر الأول يمثل إنتاج الغذاء اللي هي X، والسطر الثاني يمثل إنتاج الملابس اللي هي Y. الآن إذا بننظر إلى الجدول، أرجو الانتباه، إذا بننظر إلى الجدول العمود الأول اللي هو 10X مع 0Y،
العمود الثاني آسف اللي هو العمود هذا، كم من إكس نستخدم أو ننتج؟ ننتج 10 من إكس مع 0 من واي، هل يمكن إنتاجها؟ نعم يمكن إنتاج 10 من إكس ولا شيء من واي اللي هي الملامس. ننتقل إلى العمود اللي بعده، يمكن إنتاج 9 ملابس 9 غذاء إكس واثنين ملابس واي. نجي للعمود اللي بعده، يمكن إنتاج 8 غذاء يعني إكس وأربعة ملابس. العمود اللي بعده، يمكن إنتاج 6 غذاء وسبعة ملابس. العمود اللي بعده، يمكن إنتاج 4 غذاء وتسعة ملابس. العمود الأخير، يمكن إنتاج لا شيء 0 غذاء و12 ملابس. إذا نأخذ كل عمود لوحده. طيب هل يمكن إنتاج 10 غذاء مع 2 ملابس؟ لا يمكن، لأنه العشرة موجودة في العمود هذا بينما الاثنين موجودة في العمود اللي بعده. إذا يجب أن نأخذ عمود عمود. طيب هل يمكن إنتاج 9 غذاء مع 4 ملابس؟ لا يمكن، لأن التسعة موجودة في عمود والأربعة موجودة في عمود آخر. طيب هل يمكن إنتاج 8 مع 4؟ يمكن، لأنهم في نفس العمود، نفس التوليفة أو نفس الخيار. هل يمكن إنتاج 6 غذاء مع 9 ملابس؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الست موجودة في عمود والتسعة موجودة في عمود آخر. إذا نستطيع أن ننتج الكميات اللي موجودة في نفس العمود فقط، يعني 9 مع 2 نعم يمكن، 8 مع 4 يمكن، 6 مع 7 يمكن، لأنه نفس العمود أو نفس التوليفة أو نفس المزيج أو نفس الخيار. طيب أقل من هذه الكميات يمكن إنتاجها، بس أعلى منها لا يمكن. يعني إذا بقولنا هل يمكن إنتاج 10 مع 2؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه أقصى شيء 9 مع 2. طب هل يمكن إنتاج 8 مع 2؟ نعم يمكن، لأنه 8 أقل من 9. ننتقل الآن إلى مفهوم السوق وأنواعه. ما هو تعريف السوق ماركت؟ هو عبارة عن التقاء قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل السلع، وهو عملية يتم من خلالها تحديد الأسعار والكميات المتبادلة من السلع والخدمات المختلفة. هذا هو تعريف السوق. في الوقت الحالي نتيجة انتشار الإنترنت لا يلزم أن يكون هناك مكان للسوق. في الوقت الحاضر لا يمكن، يعني لا يلزم، ليس ضروري أن يكون هناك مكان محدد للسوق بسبب انتشار التجارة الإلكترونية والتبادل السلع والخدمات والأوراق المالية والعملات من خلال الإنترنت. يعني باختصار يمكن أن نبيع ونشتري من خلال الإنترنت، وبالتالي في الوقت الحاضر ليس شرطا أن يتوفر مكان للسوق. فعلى سبيل المثال يمكن أبيع أسهم عن طريق الإنترنت، ويمكن أشتري أسهم عن طريق الإنترنت، يمكن أبيع عملات وأشتري عملات عن طريق الإنترنت. إذا في الوقت الحاضر نتيجة انتشار التجارة الإلكترونية من خلال الإنترنت ليس شرطا أو لا يلزم أن يكون هناك مكان محدد للسوق. يمكن أن يكون مكان للسوق ويمكن أن لا يكون هناك مكان للسوق بسبب انتشار البيع والشراء عن طريق الإنترنت. ما هي أهم العوامل التي تؤثر في مقدرة المنشأة في التأثير في السعر؟ هناك عاملين أساسيين هما تجانس السلعة، تجانس يعني تشابه السلعة، والعامل الثاني عدد البائعين والمشترين.
طب ما هي انواع او اشكال هيكل السوق؟ ماركت ستراكشر. في عندنا هناك اربعه انواع او اشكال لهيكل السوق. النوع الاول بنسميه سوق المنافسه الكامله او التامه. النوع الثاني بنسميه سوق الاحتكار التام. النوع الثالث بنسميه سوق المنافسة الاحتكارية. أما النوع الرابع فنسميه سوق احتكار القلة. نبدأ أولا بخصائص سوق المنافسة الكاملة أو التامة. له أربعة خصائص. ما هي خصائصه؟ أولا كثرة عدد البائعين والمشترين، يعني يكون هناك عدد كبير من البائعين والمشترين، وبالتالي لا يؤثر أي من البائعين أو المشترين على سعر السلعة، وتكون المنشأة أو المنتج آخذا أو متلقيا للسعر، يعني يأخذ أو يتلقى سعر السلعة من السوق، من العرض والطلب في السوق. إذا في سوق المنافسة الكاملة دائما المنشأة، في سوق المنافسة الكاملة أو التامة دائما تكون المنشأة آخذة أو متلقية للسعر، بنسميها برايس تيكر. من أين تأخذ السعر أو تتلقى السعر؟ من السوق، من العرض والطلب في السوق. الخاصية الثانية هي تجانس السلع، حيث تكون السلع متجانسة أو متشابهة تشابها تاما، وبالتالي يصعب على المستهلك التفريق بينها. لماذا يصعب عليه التفريق بينها؟ لأنها تكون متشابهة أو متجانسة تجانسا تاما. الخاصية الثالثة حرية الدخول والخروج من السوق. المقصود بالدخول إلى السوق هي فتح استثمار، والخروج من السوق إغلاق الاستثمار. وفي سوق المنافسة التامة هناك حرية دخول يعني فتح استثمار، وحرية خروج إغلاق الاستثمار. على ماذا يعتمد الدخول والخروج من السوق؟ الدافع الرئيسي هو توفر الأرباح. فإذا كان هناك أرباح فهذا يدعونا إلى فتح استثمار، أو يحفزنا لفتح استثمار في السوق، يعني الدخول إلى السوق. وإذا كان هناك خسائر فهذا يدعونا إلى إغلاق الاستثمار والخروج من السوق. الخاصية الرابعة هي العلم التام بأحوال السوق. المقصود بالعلم التام أنه يجب توفر كامل البيانات والمعلومات عن السلعة لكافة الأطراف، للبائعين والمشترين، يعني سواء معلومات عن الأسعار أو معلومات فنية عن السلعة، مثلا جودتها، من أي بلد صنعت أو في أي بلد صنعت، تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء. يجب أن تكون كافة المعلومات متوفرة عن السلعة سواء للبائعين أو المشترين. ننتقل الآن إلى خصائص سوق الاحتكار التام. الخاصية الأولى هناك منتج واحد أو بائع واحد للسلعة أو الخدمة، وبالتالي تكون المنشأة أو المنتج في سوق الاحتكار التام صانعا للسعر، برايس ميكر. يعني كونه لا يوجد إلا بائع واحد أو منتج واحد هو الذي يتحكم أو يحدد سعر السلعة، وبالتالي بنسميه صانع للسعر، برايس ميكر. مثل ماذا؟ مثل مثلا شركة الكهرباء. هناك شركة كهرباء واحدة في الدولة، وبالتالي هي التي تحدد سعر السلعة. إذا شركة الكهرباء تتبع لسوق الاحتكار التام. مثل أيضا شركة أرامكو تتبع لسوق الاحتكار، لأنه لا يوجد في المملكة إلا منتج واحد للبترول وهو شركة أرامكو. زي أيضا شركة الغاز، زي أيضا شركة المياه الوطنية التي توصل المياه إلى المنازل.
هذه تعتبر أيضا احتكار تام، يعني لا ينتج، لا يوجد إلا منتج واحد فقط للسلعة، وبالتالي يكون هو صانع للسعر، أي هو الذي يحدد سعر السلعة، لا يوجد عرض وطلب، لأنه لا يوجد إلا بائع واحد أو منتج واحد فقط للسلعة. الخاصية الثانية، يقوم المنتج المحتكر ببيع سلعة ليس لها مثيل في السوق، يعني السلعة ليس لها بديل أو مثيل في السوق. على سبيل المثال الموية، الموية ليس لها مثيل أو بديل. الخاصية الثالثة، عدم إمكانية دخول منتجين آخرين للصناعة أو السوق، يعني هناك حواجز أو قيود، سواء قيود قانونية أو اقتصادية أو إدارية، تمنع دخول منتجين أو مستثمرين آخرين للسوق أو الصناعة بقوة القانون. يعني تكون الدولة معطية حقوق الامتياز لجهة معينة، ولا يجوز دخول مستثمر جديد أو منتج جديد إلى السوق. ننتقل إلى خصائص سوق المنافسة الاحتكارية. هناك ثلاث خصائص. لاحظوا المنافسة الاحتكارية كأنها تجمع بين السوقين، المنافسة الكاملة والاحتكار التام. يعني هذا السوق، السوق الثالث اللي هو سوق المنافسة الاحتكارية، يجمع ما بين مزايا السوق الأول اللي هو سوق المنافسة التامة، والسوق الثاني اللي هو سوق الاحتكار التام، فيأخذ من مزايا السوقين. فعلى سبيل المثال نجد الخاصية الأولى هي وجود عدد كبير من المنتجين والبائعين، وهذه الخاصية موجودة في سوق المنافسة التامة أو الكاملة. وأيضا الخاصية الثالثة اللي هي حرية الدخول والخروج من السوق، أيضا هذه مأخوذة من السوق الأول اللي هو سوق المنافسة التامة. بينما الخاصية الثانية اللي هي تماثل السلع مع شيء من التمايز بينها، هذه تقريبا تجمع ما بين السوقين، لأنه احنا سوق المنافسة التامة ذكرنا أنه يجب أن تكون السلع متماثلة تماثلا تاما يصعب التمييز بينها، لكن هنا تكون السلع متماثلة ولكن نستطيع التمييز بينها. وهذا السوق، السوق الثالث، هو السوق السائد، يعني معظم الأسواق في الواقع تتبع إلى سوق المنافسة الاحتكارية، معظم الأسواق في الواقع تتبع إلى سوق المنافسة الاحتكارية، زي مثلا على سبيل المثال سوق الملابس، سوق الجوالات، سوق الأجهزة الكهربائية، سوق الأجهزة الإلكترونية، سوق الأغنام إلى آخره، كل هذه تتبع إلى سوق المنافسة الاحتكارية، معظم الأسواق في الواقع هي منافسة احتكارية. ننتقل الآن إلى خصائص السوق الرابع، سوق احتكار القلة. الخاصية الأولى وجود عدد محدد أو قليل، لذلك بنسميه احتكار القلة. احتكار القلة يعني عدد قليل محدد من المنتجين، بحيث كل منهم يؤثر في الأسعار. خلينا نوضحها، إذا كان هناك منتج واحد فقط في الدولة بنسميه احتكار تام. طب إذا زاد عن واحد، إذا أصبحوا اثنين أو ثلاث أو أربعة، يتحول إلى احتكار قلة. على سبيل المثال سوق شركات الاتصالات، شركات الاتصالات تتبع إلى سوق احتكار القلة، لأنه عندنا ثلاث شركات اللي هي سوا وزين وموبايلي، إذا في عندنا ثلاث شركات معناها احتكار قلة. لكن قبل بالسابق لما كان عندنا شركة واحدة اللي هي شركة STC أو سوا، كانت تتبع إلى احتكار التام. عندما دخلت شركة زين وموبايلي إلى السوق أصبحت احتكار قلة. إذا ما هو الفرق بين احتكار التام واحتكار القلة؟ الاحتكار التام يكون عندنا منتج واحد فقط، بينما احتكار القلة
إذا زاد عن واحد يتحول إلى احتكار قلة، مثل شركات الاتصالات، مثل أيضا شركات المياه المعدنية، المياه الصحية، ليست المياه اللي بتوصل إلى المنازل وإنما المياه المعدنية الصحية. الخاصية الثانية تكون السلع والخدمات المباعة متماثلة أو متنوعة، يعني ممكن تكون السلع متشابهة وممكن أن تكون متنوعة. الخاصية الثالثة يستأثر كل من المنتجين بنسبة كبيرة من الإنتاج أو الصناعة، ويؤثر كل منهم بقرارات وسياسات البقية، سواء بالسياسات الإنتاجية أو التسويقية أو السعرية. يعني على سبيل المثال يؤثر كل منهم في قرارات الآخرين. على سبيل المثال إذا مثلا شركة سوا عملت عروض، تجد أن شركة زين وموبايلي تعمل عروض. إذا شركة مثلا زين خفضت الأسعار، تجد أن بقية الشركات سواء أو موبايلي تخفض الأسعار. لماذا؟ لأنه في بينهم تنافس شديد، فبالتالي يؤثر في قرارات وسياسات بعضهم البعض، لأنه بينهم تنافس شديد. فبالتالي إذا عملت أي واحدة من هذه الشركات عروض، تجد البقية عملت تعمل عروض. لماذا؟ حتى ما تخسر زبائنها أو عملائها. ننتقل الآن إلى الطلب والعرض والتوازن، هذه آخر شريحة في هذا اللقاء. ما هو تعريف الطلب؟ الطلب باللغة الإنجليزية demand، ويرمز له بالرمز D. ما هو تعريف الطلب؟ هو الكميات من السلعة أو الخدمة التي يكون المستهلكون راغبين وقادرين على شرائها عند الأسعار المختلفة، أو هو الكميات من السلعة أو الخدمة التي يرغب ويستطيع المستهلكون شرائها عند الأسعار المختلفة. ماذا نلاحظ من هذا التعريف؟ نلاحظ من هذا التعريف أنه لحصول الطلب يشترط توفر الرغبة في الشراء والقدرة على الشراء. إذا حتى يتم الطلب لابد من توفر شرطين معا، رغبة في الشراء وقدرة على الشراء. لا يصلح أن يكون يتوفر شرط واحد، يجب أن يتوفر الشرطين معا حتى يتم الطلب، وهو رغبة في الشراء وقدرة على الشراء. فعلى سبيل المثال رغبة في الشراء لا تكفي لوحدها، وقدرة على الشراء لا تكفي لوحدها لحصول الطلب. نأخذ مثال، نفترض أن شخص لديه الرغبة في شراء سيارة ولكن ليس لديه القدرة على الشراء، يعني ما معه فلوس يشتري السيارة، لا يتم الشراء. والعكس صحيح، نفترض أن شخص لديه قدرة على شراء تذكرة مباراة كرة قدم، يعني سعرها قليل 40 أو 50 ريال، عنده قدرة يشتري تذكرة مباراة كرة قدم، لكن ما عنده رغبة يشاهد المباراة، فلا يتم عملية الشراء. إذا لابد من توفر الشرطين معا، الرغبة في الشراء والقدرة على الشراء حتى يتم الطلب. ننتقل الآن إلى جدول الطلب ومنحنى الطلب. نلاحظ أن جدول الطلب عادة يتكون بشكل أساسي من عمودين، سعر السلعة والكمية المطلوبة. سعر السلعة نرمز له بالرمز B، والكمية المطلوبة نرمز لها بالرمز QD. QD يعني Quantity Demand، والB يعني Price. إذا دائما جدول الطلب يتكون من سعر السلعة والكمية المطلوبة، ونلاحظ دائما وجود علاقة عكسية ما بين سعر السلعة والكمية المطلوبة. نلاحظ أن سعر السلعة يزيد يرتفع من 0 إلى 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4، بينما الكمية المطلوبة تنخفض من 8 إلى 6 إلى 4 إلى 2 إلى 0. إذا نلاحظ دائما في جدول الطلب وجود علاقة عكسية ما بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها. دائما في جدول الطلب تكون هناك علاقة عكسية ما بين سعر السلعة والكمية المطلوبة، فعندما يرتفع السعر تقل الكمية المطلوبة،
وعندما ينخفض السعر تزيد الكمية المطلوبة، أي أن هناك علاقة عكسية بين سعر السلع والكمية المطلوبة. من جدول الطلب نستطيع أن نرسم منحنى الطلب، فدائما تكون الكمية المطلوبة على المحور الأفقي، الكمية المطلوبة نضعها على المحور الأفقي، والسعر نضعه على المحور العمودي أو الرأسي، ونرسم هذه النقاط. عندما كان السعر صفر الكمية كانت 8، هذه النقطة A. النقطة A عندما كان السعر صفر الكمية كانت 8. طب النقطة B عندما السعر 1 الكمية 6. إذا عندما كان السعر 1 الكمية كانت عندنا 6، النقطة B. النقطة C من الجدول عندما كان السعر 2 الكمية 4. إذا عند السعر 2 الكمية تكون 4. طب النقطة دي عند السعر 3 تكون الكمية 2. إذا عند السعر 3 النقطة دي تكون الكمية 2. النقطة الأخيرة إيه؟ عندما يكون السعر 4 تكون الكمية 0. هذه النقطة دي عندما يكون السعر 4 تكون الكمية 0. إذا بنوصل بين النقاط اللي رسمناها من الجدول، نحصل على ما يسمى بمنحنى الطلب، ونرمز له بالرمز بي. ونلاحظ دائما أن منحنى الطلب يعبر عن العلاقة العكسية، بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها، ولذلك دائما منحنى الطلب ينحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين. لماذا ينحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين؟ لأنه علاقة عكسية ما بين الكمية المطلوبة والسعر، ولذلك دائما ميله يكون سالب. إذا منحنى الطلب دائما ينحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين، وميله يكون سالب. لماذا؟ لوجود علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة. نكتفي بهذا القدر، ونتيح المجال الآن للأسئلة إن كان هناك أسئلة. هل هناك أسئلة؟ بالنسبة للأدلة الشرعية المطلوب فهمها وليس حفظها، يعني تفهم كل دليل من هذه الأدلة على ماذا تدل بدون حفظها، واضح؟ بالنسبة للأدلة الشرعية سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة غير مطلوب حفظها، وإنما فقط مطلوب فهمها على ماذا تدل. فعلى سبيل المثال عندما نقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا دليل على ماذا؟ على الاعتدال في الاستهلاك وعدم الإسراف والتبذير. هل هناك أسئلة؟ إذا نكتفي بهذا القدر، ونلتقي يوم الأحد القادم إن شاء الله الساعة 4 مساء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.